السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو احنا عايزين نرسم من architecture نرسم سويب، الاقي ان هو بيرتمد في الحيطة ديت وفي الحيطة ديت، بس بيجي عندي العمود دوت مش هتقدر ترسم لان ده عمود انشائي، فتبقى فيه حاجة ناقصة بشكل دوت. طيب الحاجة بتاع الموضوع ده ايه؟ اصلا المفروض العمود دوت بيتغطى بطبق دهان، يا اما يكون الحيطة فيها طبق دهان تمام او بلاستر، او ممكن احنا نيجي هنا ونقول له عايز ارسم وول ونقول له ان انا عايز ارسم حيطه رفيعه بسمك طبق الدهان. اول حاجه اعملها ان انا اغير اليونت لحاجه اقدر افهمها، وليكن مثلا بالمليمتر تمام. وبعد كده لما هقول له وول هقول له انا عايز اخد مثلا الجيبسون بورد ديت، ودي 50 ممكن نخليها مثلا 5 مثلا تمام. طيب ممكن حتى تلغي الميتال لو انت مش عايز تخلي جيبسون بورد بس بالشكل دوت. اوكي، وهبدا اقول له انا عندي الحته ديت لحد ليفل 2، واقول له انا عايز اعملها من الاكستيريور اهوت تمام. هتبقى حته رفيعه خالص اهي بالشكل دوت. خلينا نخش في 3D. اجي بقى ديت اقول له هنا الاركتكشر سويب، واقول له ان انا هكمل بقى السويب بتاعي اهو سويب اهوت اهو اهو. احنا كده عملنا السويب بشكل جميل وشكل مظبوط، والفينش دوت ده الحقيقي ده اللي هتنفذ في الواقع فعلا.